حضرتك جاي منين النهارده؟ الفيوم. أجدع ناس. جاي منين؟ من الشرقية برضه. قولي لي يعني اسباب حضرتك تبقي مبسوطه النهارده. بصراحه كل حاجه تبسط. ايه اللي بيبسط حضرتك؟ اللي بيبسط حضرتي برضو الاحتفاليات ديت وحياة الذكرى وخروج الاخوان، وربنا بقى يكرمنا والسيسي بقى يزيد الاحوال. حضرتك مبسوطه حاج؟ مبسوط جدا، ده انا بحب الجيش والشرطه ومصر والسيسي. انا ما انتخبتش واحد اخوان لان انا بكرههم، ولو دوش على طلب ما لكل مش صدر بكره. اقسم بالله ما بحبهمش. مين اللي ما بتحبهمش؟ ما بحبش الاخوان ابدا. تمام خالص. تمام. ولا انتخبته ولا انتخبت واحد اخوان ده، ولا بحب واحد ده. تمام يا حاج. انت حضرتك جاي منين النهارده؟ الفيوم. اجدع ناس. الناس فرحانه والناس خارجه والناس مفيش حاجه، محدش قلقان من اي حاجه، مفيش اي قلق. تمام. انا عندي بقى بنتي دي بتحب السيسي يعني بطريقه بقول لها نفسي يوصل له يوصل له حبك بقى. انت بتحبي عمو السيسي؟ بنت سيسي بحبك يا سيسي. تحقني بالعمل على ثمانية محاور رئيسية المتحدة في الفترة القادمة. قول انت حضرتك موجود ليه في الحفلة النهاردة؟ علي صوتك. انا بحب مصر وجاي بشجع مصر، مش عارف انا جاي. تمام. حضرتك موجود ليه في الحفله النهارده؟ والله يا فندم انا جاي النهارده عشان بنشجع مصر وبنشجع السيسي على التقدمات اللي هو بيعملها، وجايين نحتفل مع مصر ومع بلدنا يعني. تمام. ايه راي حضرتك في الانجازات اللي الرئيس السيسي عملها؟ هو فندم هو عمل حاجات كتير اساسا، اتغير حاجات كتير وصلح حاجات كتير، يعني بيبني البنيه التحتيه الكباري والطرق والمنشات عشان الجيل اللي طالع. بعد كده رفع الدعم عن البنزين، بس حطه في صحه، حطه في تعليم، حطه في حاجات تانيه كتير. ربنا يخليه ويدهولنا يا رب، ويكفي شر المرض اهم حاجه، يصلح حاله حالنا يا رب، ويبص للناس الغلابه. مشروع قناه السويس الجديده اللي قللت زمن عبور القناه من 20 ساعه ل 11 ساعه فقط، ورفعت الطاقه الاستيعابيه للقناه من 49 سفينه ل 64 سفينه، وده اكيد هيؤدي لزياده دخل القناه. ربنا يخليك يا سيادة الرئيس وكمل مشوارك. جاي منين؟ من الشرقية برضه. أكتر حاجة خدنا أرضنا واستردنا قرابتنا من نظام فاسد. تمام. دم شهدائنا ده غالي ومش هنسيبها لهم. إحنا نازلين نقول لهم إن إحنا مكملين مع السيسي لآخر المشوار، لآخر نقطة دم فينا. لما موتوا نص الشعب مش هيحكموا النص التاني. واللي هدفها تكون المدينة بالإمكانيات الجديدة مركز عالمي لصناعة الأثاث. بصت حضرتك السنين اللي فاتت ومخلياك النهاردة نازل تحتفل. المشاريع كلها، كل المشاريع اللي الرئيس عملها دي حاجة كويسة جدا. المشاريع بتاعت الإسكان اللي نازلة جديد ديت بتاعت الشباب والأسعار، طبعا هي الأسعار غالية شوية بس الدنيا ماشية الحمد لله. مطمنة على أولادك؟ الحمد لله. شايفة إن مستقبلهم أحسن؟ الحمد لله. إحنا نتمنى يكون الخير يعني الأيام الجاية إن شاء الله، يعني بإذن الله لأولادنا مش لينا إحنا، لأولادنا مفيش أي مشكلة. أنت جاي تحتفل ليه النهاردة؟ إحنا جايين عشان إحنا بنحب السيسي وعشان بلدنا ما تقعش، بلدنا ما تبقاش زي سوريا وليبيا والعراق وكده. أنت عندك كام سنة؟ 10 سنين. عشان السيسي عمل لي حاجات كتيره، انا كشابه دلوقتي اقدر ان انا يعني لو عايزه اتجوز الاقي الشقه، مش عايزه ابقى زي ليبيا وسوريا والعراق والناس دي. شايفه ان حتى لو هو غلى البنزين او غلى حاجات كتيره فهو كمان بيوفر لي الكهرباء دايما. دلوقتي زمان كنت اشغل التكييف ثانيه والاقي النور كله قطع، لكن دلوقتي انا شغاله التكييف وشغاله كل حاجه وعايشه حياتي طبيعيه وفرحانه ان في بلدي مش زي زمان. 25 يناير هي دمرت كل حاجه عمالي.
جاي اقول للسيسي النهارده شكرا على كل حاجه انت حلوه عملتها لنا واللي هتعملها لنا كمان. وكمان عايزه ادي رساله لكل واحد النهارده بيقول الاسعار الزياده والحاجات دي كلها، احنا جايين اهو كلنا وهنضحي حتى لو هنموت مجموع هنقف جنب بلدنا، مش هنسيبها ابدا تروح مننا. بلد فيها خير لغايه اخر الزمان، والسيسي واقف معانا واحنا هنقف معاه مش هنسيبه. نقول لهم نحمد ربنا ان مصر بلدنا في امان، في امان، واحنا بنديهم رساله النهارده اهو. تمام يا استاذ، يا استاذ نحمد ربنا ان مصر في امان. عارفين يعني ايه في امان؟ في امان. ما هو سوريا وليبيا اتمردوا على الرئيس بتاعهم، شوف البهدله اللي فيهم اللي حصل. احنا نحمد ربنا الحمد لله. كلمة سيد الرئيس ان شاء الله السنه الجايه هتخبط واللي في حقه بيتشر بالبحر. بس لا تاني بقى، تاني وبصوت عالي. السنه الجايه برغم غلو الاسعار، الاسعار عالميه، اسعار البنزين عالميه في امريكا والدنيا كلها، بس برضه السنه الجايه سيادة رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي هنتخبط واللي مش عاجبه يشرب من البحر ونهر النيل عنه. نفس الكلمه. الف شكر لحضرتك.